الحصة التموينية بالوقت الحاضر رديئة جدا، لأن المناشئ اللي يتم استيراد من عندها رديء جدا رديء، بدون محاسبة، بدون مراقبة، بدون متابعة، بها نوع من الفساد، أو مو نوع، لا أكيد بيه فساد، لأن هاي الكميات اللي تجي متقطعة بين فترة وأخرى، ماكو حصة كاملة، بينما كانت الحصة التموينية سابقا حصة متكاملة أكثر من تقريبا فد 10 مفردات، مو حتى الحليب والذكر الجقاير. حاليا أردأ أنواع المناشئ بالعالم، بحيث التمن يعني ما صالح للأكل يعني البشري. عندك الزيت إذا لو يقاس مثلا بأجهزة معينة بالتأكيد هم ما صالح له. أي شيء بالوقت الحاضر رديء، فنحمل وزارة التجارة وعلى رأسها وزير التجارة شخصيا، مو بس هذا وزير التجارة، كل وزراء التجارة اللي يتعاقبوا على هاي الوزارة، لأن كلهم مرتشين مع اعتزازي وحرامية، ولو ما حرامية يواجهون المجتمع. إذا النفوس ضعيفة ومريضة ما نطلع بنتيجة، وماكو متابعة. المفروض تتدخل وزارة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بهالموضوع، اكو رقابة. بعدين من تتفق مع مناشئ يعني مو ركيكة، مناشئ راقية رصينة، اكو متابعة للمنتج المحلي. بعدين يعني مثلا الزيوت النباتية، بإمكان الزيوت النباتية إذا اكو دعم لها تكفي الحصة التموينية، كذلك الصابون والمستحقات الأخرى، أو يعني المساحيق الأخرى العفو. وأكو هواي أمور يعني متعلقة، بس الفساد الآفة أو آفة الفساد هي اللي أكلت الأخضر واليابس. الحصة التموينية هي السلة الغذائية للشعب، يجب على وزارة التجارة إرجاع الحصة التموينية للشعب، لأن السبيل الوحيد للعيش هي الحصة التموينية، لكثرة البطالة، لكثرة لا يوجد تعيينات، لا توجد حياة مستقرة. فبرأيي الحصة التموينية هي ولو شيء بسيط ترجع حقوق هذا الشعب، وترجع ولو يعني بصيص أمل لاستمرار الحياة للعوائل. أين الحصة التموينية؟ الحصة التموينية حبر على ورق، الشعب يعاني. نعم أنا لا أميل لجهة معينة، ولكن هذا الواقع أن المواطن العراقي يعاني كثير. حصة تموينية غير موجودة، أين مبالغ الحصة التموينية؟ أول ما أتوا إلى الحكومة وقالوا سنأتي ب 44 مادة 50 مادة، ولكن أين هذه المواد؟ فقط طحين من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أضافة إلى الزيت. أغلب العوائل لم تستلم الحصة التموينية، الحصة التموينية كانت سارية المفعول، هي قوت الفقير، الفقير لمن يذهب؟ الآن الحصة التموينية غير موجودة، مخازن خاوية، تلاعبوا بمصير الشعب، فبالتالي أصبحت هذه فرية وضحك على ذقون المواطن العراقي. المواطن العراقي أصبحت الآن ليس لديه ثقة بالمسؤول السياسي. أين وزارة التجارة؟ أين مبالغ الحصة التمويلية؟ أين إذن نحن لدينا وزارة تجارة، ولكن ليس وزارة تجارة، وإنما وزارة سرقة أموال الشعب. فالشعب الآن في حالة يأس، في حالة عدم ثقة بالسياسي، فبالتالي على السياسي والمسؤول وزير التجارة أن لا يكذب، أن يكونوا صادقين بأن لا توجد حصة تموينية، وإنما هذا هواء في شبك. وبالتالي نحن عليهم أن يكون إنسان مسؤول وصادق، أن يظهر على شاشة التلفاز ويقول نحن نضحك على الشعب حتى الشعب يحترمه، لا يضحك على الشعب بالفضائيات وجبنا ودينا وبواخر. أنا أقول شكرا لكم على هذا الموضوع، والله في عون المواطن العراقي. يا أخي أنت إذا تطرق إلى الأمور العايش بها الشعب العراقي، ليس يعاني المسألة المعاناة والصعوبة الكبيرة
ليس في مجال الحصة التموينية. فبالنسبة لحياة العراقيين يعني حياة بائسة وتشتمل كل مناحي الحياة اللي يعيش بها العراقي. فإحنا كل الأمور هي اللي تخص حياة الشعب العراقي سلبية وغير تعتبر حتى إنسانية، يعني من ناحية الصحة، من ناحية التعليم، من ناحية البنى التحتية، يعني إحنا نسميها الخدمات بصورة عامة. فكل هاي الأمور يعني أرد أقول لك تحت درجة الصفر، يعني من ناحية حتى يعني المفروض الحكومة تتبنى هاي الأمور، لأن هي من واجب الحكومة يعني ولا تذب الأمور على عاتق الشعب. وكل هاي الأمور اللي شاملة حياة الشعب العراقي هي يعني أقول لك ما لها وجود نهائيا. يعني تروح للمستشفى ما تلقى العلاج الكافي والعلاج اللي يوصله لك الطبيب بصورة عامة. يعني من ناحية التعليم يعني تصور وين وصلت درجة التعليم، يعني بالمدارس الابتدائية المهدمة والمحطمة والمتروسة حتى نفايات واصلة إلى السقف. الأمور الصحية اللي يجب أن تتوفر للطالب ماكو. فهذا الموضوع كبير جدا. نقول مو كانت يعني المواطن العراقي يستلم 12 مادة أو 13 مادة وكلها بصورة جيدة ومرتاح لها المواطن العراقي، ولكن بعد فترة يعني من 2007 أقدر أقول لك إلى 2008 يعني ما نقدر أن نسميها ولا نطلق عليها حصة تموينية. أولا لقلة الأمور البيئة، يعني من 12 طفرت إلى مادتين أو ثلاثة، والمادتين ما تستلمها يعني بصورتها الحقيقية ووقتها الملائم. الشكر يجيك بعد 5 أشهر، التمن يجيك بعد 4 أشهر، وكل الأمور اللي ما تلقاها بالحصة التموينية. ومع العلم أن وزارة التجارة من تتعاقد ويا الشركات الأجنبية لاستلام الحصة المواطنية هي تتبع الثمن كامل للشركة المجهزة، يعني ما يخاب 12 مليار أو 13 مليار. يعني بس هي هاي من وصلت لنا تمن وشكر وخلص، يعني 12 مليار صدق تعيش بها شعب بساطة يعني إلا توفر للأمور الضرورية. فعلى سبيل المثال يعني حتى لو كانت خلي تكون نظيفة يعني وصحية ويتقبلها المواطن ويتداولها. يعني البارحة يعني وزعوا الحصة التموينية لمحافظة ديالى، يعني ومن ضمنها الرز. فصدق أحد المواطنين يعني من طلع الكيس مال الرز فتحها يعني في مكان معين الديدان والحشرات كلها طلعت ويا الكسر بجمع. لا حصة تموينية ولا خدمات ولا كل الأمور للشعب العراقي. اليوم من خدمات، من صحة، من بطاقة تموينية، من غلق مصانع ومعامل، اليوم من زخم المروري، اليوم من 4 ملايين وربع طلع عن العمل. اليوم حقيقة البلد أصبح في حيرة من أمره، الشعب اليوم أصبح في حيرة من أمره، أصبح في يأس من أمره. اليوم البطاقة التموينية لم توفي بالغرض المطلوب من 2003 ولحد هذا اليوم، تلكؤ في وزارة التجارة، وتلكؤ مو بس في وزارة التجارة، في كل الوزارات، في كل الوزارات الخدمية والسيادية بالذات. اليوم التلكؤ موجود. اليوم المواطن العراقي بدأ يتضمر. اليوم من 2003 ولحد هذا اليوم أصبح المواطن في حيرة من أمره، أصبح في يأس، أصبح يسير في نفق مظلم ونهايته مغلقة للأسف الشديد. هذه النهاية من أغلقها؟ أغلقها سياسيين الفشل القابعين في الخضراء. وأقول لهم من هذا المنبر الكريم، أنتم حكومة فشل، والله أنتم حكومة فشل، ما بيكم اصلا زين. انتم فرعون العصر بكتونا باسم الدين، منكم تبرع علي وحسين ثوره وشرف، منكم تبرع حسين.
تبرى منهم الحسين وتبرى منهم علي بن ابي طالب وتبرى منهم محمد وتبرى منهم الله وتبرى منهم الكون كله. نعلة الله عليكم يوم جئتم ويوم تذهبون، وان شاء الله ان شاء الله تذهبون في نهايه مؤسفه وفي نهايه مخجله، لانه ما جلبتوا وجبتوا الا الويل والدمار والعذاب لهذا الشعب، لكنه الله الله فوق رؤوسكم، وان شاء الله نهايتكم قريبه. واقول لكم من منبر من هذا المنبر الكريم، اذا دعتكم قدرتكم على ظلم الشعب هذا المسكين الذي انتخبكم على عروشكم المذاله لا محال، فتذكروا قدره الله عليكم، لان الله قادر ان يسحقكم، لانهم انتم خنتوا الامانه وخنتوا الوطن. شكرا لكم. والله الحصة التموينية من اجوا هذه بعد 2003 انتهت، لان احنا بالنسبة لنا كانت الحصة التموينية مليونين مليارين و400 مليون الامم المتحدة تصرفها علينا، هسه احنا نصرف 4 مليارات ولو مرتين يعني لو حصتين لو ثلاثة يصرفون لنا، بينما قبل كنا نستلم تقريبا بالعشر مواد، هسه مادتين او ثلاثه ويعني شلعان قلب وعذاب كثير. بالنسبه الى الحصه التموينيه اسم ليس على مسمى، اسم ليس على مسمى فقط، يعني هناك حصه بالاسم ولكن فعلا لا يمكن أن نقول هناك حصة تموينية، لأنه دائما هناك تعطيلات يعني قد تأتي من مفردات الحصة فد مفردتين ثلاثة والبقية على الشهر اللاحق، وهكذا لاحظ في نهاية العام ممكن أنه نشوف فد يعني كثير من المواد لم يستلمها المواطن أو يستلم يعني جزء منها لأشهر متعددة وليست الأشهر كلها. فأرى يعني بصراحة لو تسألني أنه أقول هذه المواد ممكن أنه تعوض بالمادة أفضل، يعني لو تسلم لكل مواطن يعني مبلغ من المال أفضل من هذه الحصة التي اسم ليس له اسم. الفقير هو المتضرر الأول والأخير في هذه الحالة، يعني ممكن يعني المتمكن وأصحاب رؤوس الأموال دول متنعمين، لكن احنا نحشي على الطبقة الكادحة، الطبقة الفقيرة المعدومة، هذه الطبقة هي المتضررة يعني في كل هذه الأمور. الحل وزارة التجارة كلها أحلها، يعني استغني عن الموظفين وهالكادر هذا وممكن اعوضهم بمبالغ ماليه على البطاقات الشخصيه على اعداد الافراد العائله، كل واحد ياخذ حصته وممكن انه يتصرف بالتصرف اللي يعجبه. مع الاسف الشديد يعني هناك فرق واسع، فرق شاسع بين السابق واللاحق، لا نعرف السبب، يعني على وزارة التجارة المفروض أنه تبين الأسباب، ليش سابقاً كان المواطن يستلم مفردات كثيرة الآن بالعكس هناك جذر كبير بهذه المواد، شنو السبب؟ يعني ما أعرف، أنه المفروض على وزارة التجارة أن تصرح بالأسباب حتى المواطن يعرف يعني شنو السبب.
مشكلتنا الآن تغيرت الحال في البطاقة التموينية، أنه قلت عددها بنسبة ما يقارب 2% 3% من ما كانوا يستلم سابقا. مرة التقيت في أحد التجار قال أنا مستعد أنا أوفر الحصة التموينية كاملة، بس يخلونا هسه احنا ما نريد قطاع خاص، خلي يصير قطاع مختلط، يدعون التجار ويدعون وياهم والدولة تدعم وتوفر، وإلا المواطن يعني شنو ذنبه يتمر الأشهر هو لا يستلم الحصة اللي هو مقررة. لذلك هاي يفترض على وزارة التجارة وهذا الجهود وهاي المحلات وهاي الإمكانات وهاي المصروف العالي أن تتناسب مع المصروفات اللي تتحملها، أن هذه الحصة التموينية تعيد النظر بإشراك تجار مستوردين معهم ودعم هذا الشيء، أفضل طريقة هاي. لأن التقيت قلت لكم أعيد الكلمة مع تاجر بالحليب، قال أنا قلت لهم أنا مستعد أوفر لكم كل جميع مفردات البطاقة التموينية، ما حد قبل، ما أعرف شنو الأسباب ما أعرف. فلذلك إحنا أدعو من هذا القناة المباركة أن تغير سياستها في موضوع الحصة التموينية وتساعد المواطن، وخاصة إحنا عندنا كثير من الشريحة الفقراء، ممكن الشريحة الأغنياء تستبعدها، ممكن تلقينا في الطريقة معينة. وشكرا جزيلا. حقيقة بالنسبة للبطاقة التموينية بها مشاكل كثيرة، وعانى ما عانى المواطن بسبب هذه البطاقة ورداءة نوعيتها. للأسف الشديد أنه الاستيراد من أردى أنواع الشركات يستوردونها، يعني التمن والزيت وخاصة الطحين. الطحين هي المادة الأساسية للمواطن، يعني وبدون رقابة بدون حساب، وكثير من المطاحن اللي هي أهلية غير خاضعة للرقابة أو للفحص المادة مالتها اللي غير قابلة للاستهلاك البشري، دائما تكون سيالة، دائما تكون عفنة، دائما تكون بها حشرات، فيعني هاي ما بها اهتمام. هذا جانب. الجانب الآخر ما ينطون المواد بصورة منتظمة للمواطن، يعني يكون بها دائما يكون نقص في المادة مثلا مادة أو مادتين، أو مثلا متأخرة مال هذا الشهر وذاك الشهر، لذلك تفسح المجال لبعض أصحاب النفوس الضعيفة للوكلاء يستغل المواطن ويأخذ مبالغ طائلة وكثيرة من المواطن، وهاي زي المكاهل للمواطن خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة. الحلول أنه يجب أنه تكون أولا استيراد من المناشئ الرصينة والمعروفة ومفحوصة من قبل السيطرة النوعية أولا. الحل الوحيد اللي تحد من الفساد ومن السرقة ومن التلاعب أنه يسوونه في سلة واحدة، يعني المواطن كل فرد إلى كمية من الرز، من السكر، من الزيت، من المساحيق إذا وجدت، ويخلونها بسلة واحدة أو علبة واحدة حتى تمنع من التلاعب، وتكون هذا جانب. الجانب الآخر تكون منظمة كل رأس الشهر أنه المواطن يستلم هاي الحصة مالته من الوكيل، مو ينطونك هذا ما ذاك الشهر وهذا ما الشهر السابع وهذا ما الشهر 12 وذاك، وضيع الخيط والعصفور، وبالتالي تفسح المجال للفساد والتلاعب والسرقة. وأنا ليش أفسح المجال لهذول الوكلاء؟ أنا ما أفسح المجال للوكلاء للسرقة والتلاعب وتبديل المواد أو بيع المواد بالكامل. إحنا اكتشفنا كثير من البعض اللي أصحاب النفوس اللي ما عندهم مخافة الله يبيع المادة بالكامل وضيع. ليش؟ بسبب عدم تنظيم، عدم تنظيمه، عدم المتابعة وعدم المراقبة وعدم محاسبتهم. وحتى كناس يعني بعض الوكلاء يعني أماكن ما تصلح بها خزن المواد الغذائية. بالنسبة للحصة التموينية نرجو من سيد وزير التجارة، أولا الحصة التموينية من السقوط لحد الآن بالعدد التنازلي، يعني كانت 9 حصص صارت 8 صارت 7 صارت 6 صارت 2، قارن كل الحصة التموينية بقن 2، الشكر لو أكو لو ماكو، لو زيت أكو لو ماكو، والتمن ترى الردي كلش، ولا خدتوا عمي بالعافية عليكم،
وياه لزمتوه وزير التجارة السابق فلاح السوداني، جبتوه منك حاكمتوه وطلعتوه خطية بريء، كل شيء ما عد الشعب هو طلع هو البايق خطية بالحصة التموينية، هو الشعب هو بايق الحصة التموينية مو السيد الوزير. اجى اللي وراه نفس الشيء ايضا انبقت الحصة مال. انا اعطيكم فشيء مختصر يفيدكم ويفيد الشعب، يفيد الشعب هذا المظلوم. كافي على الظلم، كافي ترى ترس العراق كله ظلم. يعني الحصة التموينية هو كان عايش عليها، على الله وعلى الحصة التموينية. يعني قوته يبقى بهن 20 يوم 30 يوم او يبيعهن يستفاد من عدن. هسه شي يبيع؟ شي يبيع الدين؟ شي يبيع؟ يبيع التمن الخايس ما حد يشتري بربع دينار. فأنا انصحكم لوجه الله تعالى اقول لكم شيلوا الحصة التموينية، ما تقدروا لها عمي، انتم ما تقدرون، مو اهلا لها. اعطوا كل فرد، اعطوا 500، اعطوا كل فرد 500 مال الحصة التموينية من 2003 بالسقوط لحد الان. الشعب العراقي هذا تطوه كل شهر تطوه 500، شيلوا الحصه ما يريدها، تعب الشعب وياكم. فنوصل الى نتيجه بان تطوه كل شهريه 500,000 بالحصه التموينيه. اولا تحاسبون اي واحد متسول بالعراق، تحاسبون يقول احنا نعطيك 500 ليش تسول انت؟ شيلوه هذا من حقكم. او واحد يبيع ابنه يبيع علاليك بالسوق هم توقفوا عند حد تقول لي ليش احنا؟ هذه الحكومه دا تعطيك بالشهر 500، بعد شو تريد انت؟ عندك راتب تعيش من وراه. وهذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الغذائيه بالنسبه للشعب العراقي ماذا يجد من عندهم؟ يقولون تعالوا انطوني ولا شيء، مجرد حقهم واكثر من حقهم ما يردونه، مو ولا غير شكل. هسه بطلنا احنا، بطلنا من كل شيء، فانتبهوا على العالم، على الغذائيه. اهم شيء الانسان انت من الشبعه بعد هاي اثنتين من عنده، بس للجوعه. من الجوعه ترى تجي سيول، مثل ما اجت السيول المائيه، انتم خوفكم من الشعب هذا داعي تشيلكم اياها، خوفكم تصير سيول بشريه. من تصير السيول البشريه ما توقفها بعد السدات، المي تتلاحق للسده وكل شيء انتهي. بس السيول البشريه من تجيكم ترى ما توقفها، ما يوقفها لا سد يوقفها ولا شيء. فانتبهوا على العالم وانطوهم غذائيتهم، وطوب شيء ما جاي يكدون منكم ولا جاي يسقطون من عندكم، وانما حقهم هذا مو لغير شكل. احنا ما نريد نرجع لي ورا ونقول فلان 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 كان يجي وفلان يجي، احنا خلينا نكون واقعيين. قبل الحصه كل شيء متوفر عنده، حتى الناس بيع من عنده، بس هسه العالم ظلت يعني الحقيقه تجيبها منا وتخليها منا. اهم شيء اكرر كلامي، اهم شيء الطحين للعالم، لا تجوعوهم، انتبهوا ترى ثورة الجوعان غير شكل. فانتبهوا عليهم ودير بالكم على هذا الشعب، ترى الأمور صارت على المحك. احنا ما جاي نهدد ولا جاي شيء، وإنما يصير انتباه مو لغير شكل. فالإنسان لازم ينتبه على مقابله، مو هو ياكل ويشبع ومرتاح وماخذ راحته، واكو عالم تعبانة. زين هسه العالم أكثر شيء يعني من يمشي بالشارع واحد يباع عنده سيارة او هذا شبعان يباوع عليه بعين الحسد او بعين اي شيء، يعني يظل يعني بالحقيقه محروم. وهذا يعني الشعب العراقي اهل ثوره العشرين، ايش يصير بيهم؟ ثوره العشرين لا تخلوها تنعاد عليكم، ثوره العشرين لا تخلوها تنعاد عليكم. ليش؟ ثوره العشرين مو بس الجنوب، لا الغربيه كلها بصوره عامه، ماكو دياله والانبار وثلوجه والبصله كلها وحده، ما بيها كل مجال. شعب واحد ترى من يصير شغلته تجدد ثورة العشرين، وانتم شركوا بهالدوقة هاي مو لغير شكل. فاكو رجل لزموه بثورة العشرين فلقى نفسه مش يدير رجليه، هو شاذن، قال له هذا الجنرال الامريكي، قال له البريطاني، قال له انت شو مسوي برجليك؟ يا شادك يجي، قال له اني، قال ليش؟ قال له حتى لا اتراجع. شوف هذا واحد، وواحد الاخ شايب، قال لهم انا شاركت بثوره العشرين. قال له شنو مشاركتك؟ انت شايب عمرك 90 سنه. قال انا المعسكر البلح اللي انا حركته. قال له معسكر ايش كبره ايش عرضه؟ انت تضحك علي انا؟ قال له لا. قال له شلون حركته؟
قالهم حركته بصاروخ، قال شو الصاروخ مالك كان؟ قالهم عندي كان ثور هايج. فقلت هذا انا ما اقدر. يقول ليش قاعد بالبندقيه؟ لا عندي ليش قاتلهم؟ يقول لزمته رشيت له بنزين زين. وين وجهته؟ وجهته على المعسكر. جت حوحته وطب عليهم. هاي خيم يطب من خيمه لخيمه من خيمه واشتعل المعسكر كله. فانا شاركت بهاي، ما عندي ليش قاتلهم بسلاحي. فاحنا لا نخلي الامور تعيد وانتبهوا على العالم هاي، وانا اقدم اعتذاري لكم. حقيقة أود أن أقول بأنه المواطن لقد شيع البطاقة التموينية وقد ماتت من زمان، وللأسف أصبح حالة ميؤوس منها. ولكن السبب الأساسي والرئيسي بهذا هو الحيتان والفاسدين الذين موجودين والمسؤولين عن وزارة التجارة، التي أصبح المواطن الذي كان يعتمد على البطاقة التموينية لسد رمق عيشه، ولكن للأسف الشديد أتوا هؤلاء الحيتان والفاسدين والأموال التي صرفت، فتأتي المواد قليلة ومتأخرة بالإضافة إلى نوعية رديئة، وأصبح المواطن لا يأوي أي شيء على البطاقة التموينية. فإزاد الطين بلة وزاد الضغط على المواطن فأصبح أكثر جوعا. فعلى الحكومة هذه التخصيصات التي صرفت لوزارة التجارة يجب أن تكون بأيادي أمينة، يجب أن توفر لقمة العيش إلى المواطن، مثلا زيادة عدد الحصص أو المفردات في البطاقة النوعية كذلك. هذه دلالة على أن هنالك مافيات موجودة في وزارة التجارة ومعشحشة، حتى من يأتي الوزير يأتي وزيرا بعده، ولكن الفاسدين وهؤلاء الحاشية هم التماسيح البشرية والحيتان الذين يحاولون قدر الإمكان امتصاص هذه الأوراق النقدية الخضراء والحمراء، والمواطن يئن من الجوع. كيف كل وزير يأتي يقول إنه سوف أحسن وسوف أجعل وسوف وسوف، ولكن لا يجد المواطن شيئا من سوف وسوف. هذه دلالة على أنه عدم وجود متابعة وعدم وجود مراقبة. فيجب أن تكون هنالك أيادي أمينة، وهذه الوزارة الحساسة الذي يعتمد المواطن على العيش عليها يجب أن تكون هذا الفقير هو في ذمتكم. ولكن للأسف الفساد أصبح ثقافة، وهذه الثقافة هي مستهجنة ومنبوذة، وعليها يجب أن تكون ضرب أيدي من حديد على هؤلاء كمادة 4 إرهاب ليكونوا عبرة للآخرين. حقيقة موضوع البطاقة التموينية هذا الموضوع اللي الشعب العراقي يعتبره المنفذ الوحيد للعيش الكريم من خلاله، واللي من خلاله يبحث المواطن العراقي عن أسباب تردي البطاقة التموينية. السؤال يطرح نفسه، لمن يوجه هذا السؤال؟ هل يوجه إلى معالي رئيس الوزراء؟ أم يوجه هذا السؤال إلى وزير التجارة؟ منذ السقوط وإلى الآن تذهب إلى وكيل المواد الغذائية، الطحين غير صالح للاستعمال، المواد الغذائية مثل ما يقول يعني أكثر من بطل زيت أو كيلوين عدس أو بالأكثر 3 كيلوات تمن، هاي إذا كان بها زيادة. وأكثر الأوقات وخلال هاي السنوات اللي مضت الطحين يسلم المواطن العراقي حصة الطحين هي حصة غير صالحة للاستعمال نهائيا، مما يضطر المواطن اللي عنده إمكانية أن يبدل هذا الطحين، أو إذا ما عنده إمكانية يبقى ينتظر الفرج لأنه ما عنده يوكل أطفاله. السبب إحنا إلى الآن نسأل يا حضرة رئيس الوزراء، انت السبب الرئيسي اللي ما يخليك او ما يدعيك تستدعي وزير التجارة امام مثلا شاشة التلفزيون او امام مجلس النواب او اي امام اي مثلا مثل ما يقول يعني اي محفل اعلامي وتطرح عليه الاسئلة التالية؟ منذ سقوط ولا الان لماذا الحصة التومينية حصة رديئة وحصة ناقصة، والمواطن العراقي من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، أو الشمال خلنا نقول يمكن الشمال حصتهم تختلف،
بس الجنوب والوسط دائما يشكي من رداءة الحصة التموينية. تصرف أموال من خلال التلفزيون والإعلام، نسمع أنه صرفت مليارات الحصة التموينية. طيب المليارات هاي مصدرها وين؟ لمن تذهب؟ المواطن يبحث عن هذا الجواب. السؤال إلى رئيس الوزراء، يا سيادة رئيس الوزراء، المواطن العراقي البسيط اللي ما عنده قوت يومي ومعتمد بحياته اليومية على الحصة التموينية يسأل يقول لك يا سيادة رئيس الوزراء، استوجب استدعي وزير التجارة وسأله قل له أنت ليش هالإخفاق هذا؟ يعني ليش ما تجيب الحصة التموينية اللي يحتاجها المواطن العراقي بأكمل وجه؟ المليارات أو الفلوس اللي تنطرح للحصة التموينية وين تذهب؟ السؤال وين تذهب؟ لمن تروح؟ يعني إلى متى يبقى المواطن الفقير اللي ما عنده رمق يسد رمق أطفاله ويقدر يحافظ لهم على لقمة مثل ما يقول عيش؟ يعني إلى متى مثلا تبقى هاي المعاناة مواكبة المواطن العراقي وهي كابوس البطاقة التموينية اللي يبحث عنها وعن حلها المواطن العراقي الفقير؟ بس هو هذا السؤال نطرحه إلى سيد رئيس الوزراء المحترم، نقول له يا سيدة رئيس الوزراء، إحنا مواطنين فقراء، إحنا من حي التنك، من المعامل، من مدينة الصدر، من الشعلة، من كل مناطق العراق، إحنا عيشتنا على البطاقة التموينية. الحلول تكمن في موضوع معين واحد، إنه أني أستدعي وزير التجارة أمام مؤتمر صحفي أو أمام البرلمان أو أمام يعني بأي شكل من الأشكال وأطرح عليه السؤال، بالضبط أطرح عليه السؤال التالي: سبب عملية الإخفاق باستيراد المواد الغذائية اللي هي صالحة لاستهلاك الفرد العراقي، هذا الفرد العراقي اللي هو ابن الخير وابن هاي الأرض الطيبة اللي هي أساساً أرض معطاء، ليش دا يعاني المواطن العراقي من هاي المشكلة؟بالنسبة للوزير السابق اللي جاب لنا التمة نستبخة، كلكم تعرفون شنو العقاب ماله؟ ماكو عقاب. ليش؟ لأن عنده وكيل، هو سافر قالوا هو هذا مو هو هذا المسؤول عن القضية، الوكيل مسؤول وعنده تسجيل أنا وعنده لقاء بالصحافة حاكي نفس الموضوع. إذن الحصة التموينية هسه يساومون بها اللي هم الجهة الرقابية البرلمان، هسه الحكومة التنفيذية والحكومة المحلية هي عندها علم بالقضية ويساومون الفقير على الحصة التموينية، وبعدين اسم حصة تموينية وليس حصة تموينية، وين اكو حصة تموينية؟ من استلم حصة تموينية بالعراق؟ او قال يجيبون الوزير، كم من وزير استضاف على البرلمان وطلع براءه؟ احنا نسال رئيس الوزراء عاطل عبد المهدي، نسال عاطل عبد المهدي ووجه هذا الكلام رئيس الوزراء عاطل عبد المهدي، شنو الحل اللي سواه؟ يعني من خلال استضافه وزير التجاره واللي انت جبته مقتنع به وعينته وزير، الشعب العراقي ما عنده دهن يشتري، الفقير دهن بطل دهن بألف وربع ما عنده، إذا متى يعني هذا الموضوع؟ إذا أنتم تساومون الشعب العراقي حتى تذلوهم بالفقر على عندك حصة تموينية. أكو بمدينة الطبوري كبير يذب حتى دم الأموات والفضلات، إذا أنا تعاونت ويا الصحافة في الموضوع هذا، هذا وين يذبوه بدجلة؟ ودجلة يسرب المياه ونشرب منها، وهذا لحد هم جاري هنا يذبوها بدجلة، مع العلم هو أطيانة وكريمة به يولد سموم للشعب العراقي. فأنا هم أريد أوصيكم بهذا الموضوع، أشددوا عليه وأشكركم. لا تومينية أسه مو زينة، ماكو يعني كنا اثنين لا ثلاث بيها الطحين ويطوميكم يجيكم يجي الزيت وشوية تمن، ماكو يعني من 2003 لحد الآن يعني ورا السقوط التومينية أبدا مو زينة، يعني من رغم يعني مبالغ ضخمة تدفعها الدولة، مبالغ ضخمة يعني هذا تجيب هالمبلغ يعني كفيلك أقوى دولة بالعالم، يعني
احنا بوقتها 24 23 20 ماده موجوده كانت يعني من زمان يعني قبل السقوط. انا مستلم يمكن ولازم 27 ماده موجوده اي موس مال حلاقه معجون مال حلاقه كلها كانت متوفره بيه الدهن اللي ايه كان كل شيء موجود حتى الشخاط جاير شو اسمه من بعد السقوط بالمليارات يعني خصصت للتومينية ماكو يعني مستحيل يجي بيها يمكن مادة ثلاث مادات وتنقطع دائما المواد اللي يروح يجيبوها من أرض المواد أرض المواد مو الفلوس ما يطوب بكان سليم يعني يجي يستلمه يجيبه أمين ماكو لا أكو واحد أمين يروح يجيب هذه المواد اللي الفلوس اللي يدفعوها أعتقد المواطن ما يشتري بالشارع. قبل النظام كان حتى معجون هذا معجون مال أكل شاي ينطونه إذا أنتم تلاحقين عليه أنتم بعد ما أعرف يعني شاي عادي يجيك شاي كومة شهر ما يخلص ما تخلصه والشكر والهذا والدهن دهن كان بالكيلوات يعني تنك يفتحه ويعبيك المواطن جدرية رسليات جقاير شخاط معجون أسنان كله كان متوفر هسه وزادت الفلوس وش قد كان 3 ملايين برميل كان ذاك النظام كان يبيعون ومش و 35 او 30 مليون نسمه ما عايش عليه كان غذائيه هسه وين ايد امينه ماكو لا ايد اكو امينه كان ما يخلي المواطن الخطير الفقير يجي يشتري من الشارع مع الاسف يعني هسه عم يحصل بطل طيب فلوس على التومينيه طيب فلوس اروح اشتري من الشارع لا ما لا تعتقد هسه انسان مواطن ايش يقول لا راح تزعد المواد ما يصعد المواد انت تعطي دعم للتاجر روح يستورد لك ولا تاخذ منه ضريبه يجي يترستك الشارع كله وهذا الشعب خطير ساكت ومين يعرف شنو قصه بالدنيا اصلا هو الفلوس هذا ترين تحكي عليه انت المبلغ العملاقه اللي يعني رعب الفلوس من يقول لك الرقم يعطيك اياه ثلاث دول والله العظيم افغانستان يعيش عليه الهند يعيش عليه كل دول العالم تعيش ليش ما اقطع التومينيه وطي الفلوس العالم التومينيه على نفس البطاقه طي او يشتري راح واحد شو يقول لا مو يزيد ما يزيد السعر انت ادعم التاجر وطي وسوي له شيء وسيجيب لك كل المواد اللي ترسلك الشارع بيه احسن من الحكومه ابسط تاجر بالشارع اعطيه هذا المبلغ شوف شو يصير بالشارع بالسابق كانت المواد التموينية يعني مادة جميع الجهات متوفرة من البقوليات من الشاي من الحليب من التمن مثل ما تقول درجة أولى والشكر هسه بهذا الأثناء قامت تقل المادة التموينية قامت تتقلص هسه ثلاث مواد أربع مواد وتجي ثالثة من التمن يجي المواطن اللي بالوكيل ما يستلم التمن يطيله أو يهبه له أو يبيع له بسعر رديء يعني ما تتوقع كيلو تمن بربع دينار يبيع ويجي يشتري يجي للسوق يتوجه يشتري كيلو ما كذا 2000 دينار باع الفرق زين المواطن هو شعده يعني هو لو تلقاه موظف لو كاسب بسيط عوال فقرة 1000% فساد إداري بالتجارة 1000%. هسه لو تدخل إلى سوق التجارة جميلة رئيسية لو تجي تلقى تريلات جاي تفرغ من انواع الشكر انواع التمن هاي منين من وزاره التجاره يعني بس ما حد يلزمها ما حد يراقبها ما حد يتابعها تجي المواد الغذائيه ثلاث ارباعها تموينيه زين المواطن شعدش بقعده يبقى ثلاث اشهر اربع اشهر يا تجي حصته زين انت هاي الاشهر الباقيه وين؟ ماكو مراقبه طبعا اكو فساد اداري 100% ماكو محاسبه من الدوله من الوزارات من اي محاسبه من هي من ساسها الراسه فساد شنو النتيجه يعني فساد اداره موجود وماكو محاسبه ولا مراقبه والله وكيلك هذا الشعب مظلوم وظل ساكت على هذول الفاسدين الى نتيجه نوصل ما نعرف لو يعني تجي المواطن دايخ بزمانه يحتار يشتري الزيت يشتري التمن يشتري الشكر يعني بس مواد غذائيه نص مصرفه صار نص راتب الموظف مواد غذائيه
زين مواد غذائيه هاي التريونات صارفينها وينها؟ لازم يلزم التجار، يلزم يحاسب التجار الرئيسيين الموزعين الرئيسيين يحدد لهم سعر، هو ذا يطيخ 15,000 بالشهر زين يجي للتمن يصعد له كيل ب 3000 او 2 ونص او قوطيه المعجون ب 3000، لازم يكون هو برنامج عده يحاسب ويحدد سعر، او هي عشره الاقتصاد يجي حاسب التجار يحاسب الممنوعات، زين هسه اكو ممنوعات بالعراق، هسه ممنوع سلعه تركيه بتم وضعها، زين انت موفر شيء بمكانها؟ زين انت الشعب متعلم على الدرجه الاولى راح بعد تعود، تجي تمنحها انت ليش؟ اكو موفر شيء يعني له؟ ماكو توفير، ماكو شيء عمل، ماكو شيء صحيح ترى. كله غلط بغلط احنا يعني كله حكومتنا يعني ما اعرف شو احكي عليها، مو بس انا احكي، هو الشعب العراقي كله يحكي عليها. بالنسبة للبطاقة التموينية ما أصور إلها وجود، يعني حتى المواطن قام ما يشعر بيها ولا يحسب لها حساب ولا يفكر بيها نهائيا، وهذا زيد العبء على المواطن. هذا أحد القصور الحكومة اللي قامت تفكر بس الأمور اللي تخصها هي، يعني ما تخص الشعب. بطاقة التموينية كانت تغني هواي عالم، الدولة تفكر إنه الدولة كل الشعب موظفين تتعامل لهم سواسية، 60% أو خلينا نقول 40% من الشعب العراقي هم بطالة بلا راتب. هذا اللي كان أكثريتهم عايشين على البطاقة التموينية يحسب حسابها إنه كل رأس شهر يستلم الحصة تكفي خلال 15 يوم 20 يوم. هاي الحصة ما موجودة هسه، هاي أحد قصور الدولة، يعني قام تفكر بس بالموظف، صعد الراتب، نزل الراتب، خصصوا للرواتب، هاي كل عام وأنتم بخير من العائدين إن شاء الله. فهذا اللي يعني الدولة بها قصور. أما تجي المواطن بهالبطالة هسه وماكو شغل والركود السوق بالنسبة للعامل الحمال الكذا، شو قد يشتغل العامل يعني؟ شو وين شو يجيب له المواد الغذائية البيت؟ شو يجيب له يعني؟ يشتغل ب 20 يوم 20,000 بالأسبوع، يشتغل عماله شو يسد يعني؟ فيا ريت من قناتكم هاي تنتبه الدولة للبطاقة التموينية، إنه فائدة أكثر من 40% من الشعب العراقي كانت شايلتهم وشايلة عبء عليهم كل كبير. والله أنا حسب علمي جاني استلم بس الطحين يمكن وشكر وزيت ومقطع، يعني ومقطع يا ريت لو مستمر. تم قام انه من كثر ما النساء المواطن قال تجي لسه قام ياكل هذا التمه الهندي يعني يشتري بفلوس، وحتى لو طلعوا مال حصه قامت العالم يعني ما تقبلها، تعودت على نوعيه واحده. خلينا نحكيها قبل الحساب والكتاب كانت تجينا الحصه وملعب بيها، مو هسه وقت الفالتوه يعني تاهي الشغله. ما حد يحاسب، من يحاسب؟ وزير يبوق ما حد يحاسبه، مدير يبوق ما حد يحاسبه، فقط على الحصه. حتى ناسين الدوله، حتى ما حد يحاسب على شيء يجيب له علف مال الحيوانات يطير الشعب ويقول هذا حصه. مو هي الشعب يتامل بهاي الحكومه انه راح يعطيك 64 مفردات الغذائيه بالبطاقه التموينيه. من ال 64 ثلاثه ما حصلناها، لو باقين على خياط العام هو يحسن لنا. على الاقل يجيك تايت وصابون ويجيك هواي يعني عدس ويجيك حصه كامله. والله يا ابن عمي الحصه التموينيه يعني لو يشيلوها احسن، لانه ما جاي نستلم، يجيبون لنا ماده واحده كل شهرين ثلاثه والوكيل ياخذ مال 5 مواد، واحنا صايرين بيد التجار، شي يجيبون لنا نشتري بيض فاسد، معجون فاسد، تمن فاسد، بعد هم وربهم. اقول لك يا بس وزاره التجاره، لعد وزاره الكهرباء وزاره وزير واداره وموظفين ومليارات المليارات، وهاي الكهرباء يطفوها ساعتين يشغلوها ساعتين، ومن يعطونا اياها ساعتين كل ساعه يطفوها علينا. على اليمن مشكلين وزاره، الغيها ادمجها بغير شيء، ماده واحده كل شهرين ثلاثه يعطونا اياها وياخذون من يم مال كل المواد. طبعا لو يعطونا بها مبالغ واحنا نسوق من السوق بسعر السوق يحسبونا مثل ما يقول يقيموها افضل. عاد هو المواطن يشتري اللي يريده ويعوف اللي ما يريده.
احنا عندنا وكاله هي مو باسمي باسم عمتي، كل 50 يوم يجي مره طحين، ونوبات كل 60 يوم. ازيدك معلومه، اقسم بالله انا بشورجه، حتى الفراش اللي بالدوله حرامي، حتى الفراش هاي قوائم، الفراش يبوك، الدكتور يبوك، الضابط يبوك، القائد يبوك، الوزير يبوك، الله بلانا بيهم بلوه هذول، يوم عيد نخلص منهم، يوم عيد. هاي الراد اللي تودوني اني لترام بالقران اروح ابو سيده، خلصنا من هذول، هذول الزباين. مواليد 63 رعايه اجتماعيه ما عندي من ورا هاي الدوله هاي، بينما بزمان ذاك المنعول عندي راتب ومرتاح، 20 سنه بالجيش رعايه اجتماعيه ما عداني القشامر هذول. والنشال الحرامي يقولوا لي سجين سياسي، نشال نشال قبل وياي قبل يبوك صدامي ذبه بسجن، الجماعه خلوه سجين سياسي، اختلفت الموازين كلها. والله بصراحة من اعطونا الحصة، فرد مرة اعطونا حصة بها عدس، هاي العدس من اعطونا اياها، يعني انا شفتها يعني زينة تقريبا نص كيلو، وهذا العدس لطه شفت الشعب يعني صار نشيط، لان العدس لطه عدل عبد المهدي بيه بروتين، فالشعب العراقي صار يعني صار نشيط. احنا ندعي من عادل عبد المهدي يرجع العدس انه كل شهر حتى الشعب شوية يتنشط. واعتقد هذا العدس للطنايا مو عدس من كوكب الارض، لان انا شفت عنده نشاط الشعب يعني بشكل فظيع. اعتقد من المريخ من عطارد، ندعو عادل عبد المهدي انه يعطينا عدس نفس النوعيه هاي اللي يحتوي على بروتين خاص. ليش